السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا في صغير الضابط أنماوي الباب الحادي عشر. زرع فزيت من النوم حسب ثقل ما اقدر احرك جسمي أنماوي، حاولت تخصيب ايديه وراسي على كتفي، حاولت ابتعد عنه شوية بس ما قدرت، همست صوت ناصي أنماوي وخر مني اريد اقوم، احكي وهو ما انطى اي ردة فعل، نومه ثقل مليت ظليت ادفع بيه وقلت أنماوي بسرعة اقعد، ورست فز رفع راسه وبوالي بصدمه وقال ها شكو شنو صاير، ما تحملت طقيت ضحكه وبوجهه قال الصباح الخير، ظل صافن وبوالي تسائل وقال ايش بيك تخبرتي من الصبح، زهره لا ما تخبرت بس صارت لي ساعه اقعد بيك وانت ما تقبل، رجع نام عليه وظني قوي وقال عبالي صار شي رجعي نامي، بعد وقت صرت نام من الخجل، قلت لا ما خليني اقوم عيب تاخر الوقت، قبض راسه يا رقبتي شم عطري وقال العطر مو اخذته منك، هذا نفسه لو اتخيل دفعته من شتفه وقعدت، قلت اي مو شو اسمه طلع عندي واحد ثاني مثله، المال ها هيك الحكي يعني كذبتي علي مو، قلت بارتباك لا مو قصدي كذب بس ناسي عندي واحد ثاني وبس امس خليت منه، المال يلا المال سماح المال الثاني الش عقاب، زهراء اش دعوة عقاب على مود عطر، المال اي عقاب بس بطريقتي، رفعت حواجبي وقلت شلون يعني انوار شكلك تستهزئين هذا العقاب هسه، ضحكت بدون ما افهم وقلت لا خليه غير ما خليني اقوم هسه الحجي وحدها جوا، ابتسم وقال تمام بس حضري لي ملابس وياك، هزيت راسي وقمت من الشباية رحت حضرت ملابس وانوار اخذت الي، دخلت الحمام غسلت وبدلت لبست الدشداش الناس كمان البيت، طلعت ظليت امشط بشعري حسيت نص اجه بالمشط، كان انوار قاعد عالشباية شافني وانا الم من شعري من المشط، روح لبيته قام يريد يدخل للحمام وقال هاي ليش هيك شعرك، زهرة عادي طبيعي فترة ويتحسن شعرك كل فترة يظل يتساقط بكثرة بسبب قلة الفيتامينات وقلة الأكل، هز راسه ودخل الحمام، أنا بسرعة سويت شعري ظفيرة راخية وخليت مكياج خفيف وخليت عطر بس ما خليت من عطري لأن ما يقبل أنوار، رحت رتبت شباية ورشيت له عطر عطرت رشيت لها عطر، سحبت البرد وفتحت الشباك حتى يتغير هواء الغرفة، كانت أكو مبخرة كهربائية وعلبة بخور على الميز، بخرت بيهم الغرفة، طلع أنمار وقف من المراية دار علي وقال أنمار بنتي انطيني علاقة تضميد قبل لا تنزلين، زرع تمام أخذت العلاقة ودنيت الكرسي يمه، باو علي وقال الكرسي المن، زهراء تقعد حتى أضمد لك، أنمار لا ما يحتاج أنا أسوي، زهراء لا خليني أنا أضمد لك خاف ما تسيطر، قاعد على الكرسي وقال يلا ضمني، ضمدت له جرحة وكملت قال عاشت إيدش خوش مضمدة، ابتسمت وقلت بثقة إي أنا كنت أحب التضميد عند أهلي وشنت مسؤولة عن أدوية بس أحد تمرض أنطيه حباية فلو أوت وأقول له هاي هي طبت، ظل يضحك كملت ورجعت العلاقة مكانها وقلت زهرة أنا راح أنزل محتاج شي قبل لا أنزل أنوار لا سلامتك مضمدتي، ابتسمت له نزلت تقريبا ساعة بتسعة ونص لقيت الشيخ والحجية وحنين وسارة قاعدين بالمطبخ يتريقون، صبحت عليهم وقلت عذريني حجية تأخرت أما نرى لا يوم معذورة وضحكت وضحكت، ابتسمت لها وقالت لي حتى أقعد وياهم على السفرة، رحت قعدت يا حنين، ضاعت لي سارة ابتسامة وقالت سارة أنمار وين بعد نايم، سارة لا قاعد هسي انزل، حنين غمضت لي وقالت صوت ناسي ها شلون ليلتكم، ضاعت لها بصدمة وقلت عزيزي يا ليلة والله عيب هسه يسمعونك، ضحكت وقالت عادي شكوا بيها، دخل المال المطبخ صبح عليهم باس باس أمه وأبوه وأجه كان قبالي، قمت صبيت له شاي وقدمت له وقعدت أكلت شوية وقمت نظفت البيت ورتبته وطلعت للمضيف هم نظفته وبخرته بعدها شفطت شطفت الطعمة على السريع ودخلت للبيت، هل كان لقيت حنين تعذب بالمطبخ وسارة قاعدة يمها، رحت يم حنين وقلت زهراء حنون شنو أسوي غدا، حنين ما أدري بكيفك، دبت على سارة قلت سارة شنو مشتهية أكو أكلة ببالك أسويها، تسمت وقالت يعني أنتي تعرفين كل شي تطبخين، زهراء يعرف أمي معلمتني على كل الأكلات، سارة ها تمام العادة أنا مشتهية مرق بامية وتمن أبيض، زهراء أوكي بديت أحضر بالغدا. كملت وخليت على النار وقعدت أسوي مقبلة، سأل السارة شنو تحب سويت باذنجانية، كملت رحت قعدت يا حنين كل شوية صفت تبتسم وسوي وجهها أحمر،
باوعت له بتساؤل وقلت زهراء شبيك حنون اليوم توزعين ابتسامات فرحين وياك حنين زهراء لو تدري شنو صار امس زهراء لا تخافيني حنين احجي صار امس حنين تعالي نروح للمطبخ وحدنا زهراء تمام رحنا انا وياها للمطبخ سدت الباب وقعدت قبالي وقالت حنين امس من صعدتو انتي وانمار والغرفة زهراء اي حنين الساعة 11 بالليل اهلي نايمين وانا كنت قاعدة على المرجوحة اكل حلويات واشوف فيلم زهراء اي اختصري حنين صبري شوفي ندق الباب انا بالبداية تراجعت افتح الباب لان الدنيا ليل وهم اهلي نايمين بس صار عندي فضول اشوف منو جاي بهالوقت رحت فتحت الباب شوية وشفت ياسر صديق المام زهراء عزش عنده جاي بالليل حنين خلي اكمل طبقت الباب وقلت تفضل منو تريد فهو قال انمار قاعد هاي اغراضه ظلن عندي وانا باكر مسافة قلت لا نايم انطيني اياهن انا اخذهن اليه لبست شالي وعدلت فتحت الباب شوية هو بس شافني عقد حاجبه وقال هاي انتي ليش تفتحين الباب نص الليل قلت مو اهلي نايمين وبس انا قاعدة انطاني الاغراض وقال بعصبية روحي دخلي وقفل الباب وهي اخر مرة تفتحين الباب الشاب الآي شخص كان قلت ليش حتى ما افتح الباب شو راح يصير يعني قال كافي حنين روحي مالي خلقك قلت له ليش عصبت ايش سويت انا فوق ما فتحت لك الباب يلا روح هو صوتي انا قال ايه هو صوتك بعد ما تفتحين الباب لا الي ولا لغيري فهمتي قلت لا والله انت ايش دخلك عندي اهل يعلموني هو عصب وقال لا دخلي يلا كافي سد الموضوع ودخلي قلت خوش يلا مع السلامة قال الله يسلمك بس شو اسمه حنين اوفي قبل اسدين الباب قلت ها تفضل قال انتي بيا صف صفتي قلت انا صف ثالث منتظرة تجيني نتيجتي ليش تسأل ياسر لا هيج يلا الله وياك راح سديت الباب وراه من امس لليوم انا افكر بيه ومنعصب علي معناها يغار واذا يغار معناها يحبني مو زهرة ضليت صافنة افكر بعدها قلت والله ما ادري شنو اقلك يعني بس يحبك يخطبك واذا تردين هسه بهذا عمر تبتربطين حنين اذا مو من ياسر ليش ما لا غير اظل ارقص للصبح اذا يخطبني زهراء اضحك ان شاء الله يلا قوم نصب الغداء تاخرنا قامت هي ترقص وقالت ترى بس يلا رجاء لا تتعبوني هواي خطيبي ما يقبل ظلينا نضحك سوا رتبنا الغداء على الميز وقعدنا كنا سوينا سوا قعدت يا انوار ما اكلت ما اشتهي نقشت شوية وقمت صاح لي أنمار قال أنمار وين قام أكلتي زهراء أنا شبعانة بالعافية لكم أم أنمار على راحتك يومها ابتسمت طلعت للحديقة أضيع وقتي انطيت ماي للزرع ورحت قعدت على المرجوحة وشوية دخلت لقيتهم مكملين عزلت المطبخ وصبيت شاي وديت إلهم قعدت يم حنين وسابة جت رهف تركض راحت قعدت بحضن أنمار ظل يلعب وياها وهي تضحك وأنا بعد وهي بعدها قالت لي أريد أروح لحم زهواء أنا أحبها ضحك وقال وأنا بعدك ما تحبيني بعد ما تحبيني فهد رهف لا أنا أحبك أنت شوية وعمة شو زهواء شوية أنمار يلا هم زين من تحبيني شوية نزلها وجتني تركض ظليت أبوس بيها وهي فرحانة رفعت إيديها وتأشر على أظافرها قصدها صبغي لي ياهن قلت لها تمام امشي نصعد أنا وياك قلت سارة وانطيتها ملابس إلها وقالت راح يجون خطاب العصر بدلي ملابسها فد مرة وياك ابتسمت قلت أوكي صعدنا أنا وهو في الغرفة غيرت ملابسها وقعدت أسرح شعرها خليتها في شونكة وردية وطلعتها حلوة عليها قعدت أصبغ أظافرها لون الوردي أنا أسويها وهي فرحانة كل شوية تبوسني وتقول لي أحبك كملتها وقعدت ألعب بيها وظلت كركر دخل علينا أنمار بس شافنا ضحك وقال هاي شنو صار علاقات من وراي ضحكت وقلت إيه هاي الحلوة صارت صديقتي الجديدة هي حضنتني وقالت أنا أحب عم زهواء بعد ما أحبك إجا قعد يمي وقرصها من خدها وقال ليش ولش ما تحبيني أظهر في كيفي أنا ما أحبك أنمار خوش لعد نوب باو علي وقال زهراء أنتي تحبين من ورهف لو انا قلت لا انا احبه هو انمار يا حتى انتي جا انا منو يحبني بعد انه قام للثلاجة وجاب بيده نستله وقال منو انا جبت نستله له هو بس هي بعد ما تحبني المن انطيها رهف مدت ايدها انمار قالت انطيني واحبك ضحكنا اثنيننا على حركاته اخذت نستله وكملت وقمت نزلتها لأمها وصعدت للغرفة حتى غير ملابسي أنا راح يجون خطة بس دخلت المرأة قال زهرة تعي حضري لي الملابس هزيت راسي ورحت فتحت الكنتور قلت شنو تريد أحضر لك إجا يمي وأشر على الزي اللي يريده طلعت لا خليتها إلا بالحمام بعدها جيت
حتى اختار لي زي طلع على فستان الماموني، ما ادري يصير قصة صدر مربعة، بيع حزام ذهبي ناعم على الخصر، بدلت فتحت شعري سرحته وشديته بشريط اسود ستن على شكل فيونكة، وخليت المكياج شوية، طوخت الايلاينر ناعم، صار شكلي مرتب. كنت واقفة على الميز ما ارتب شعري، طلع الماء من الحمام، اجي يمي بدت اوخر، قال تعال خلي اشوفك، ظليت واقفة يمه هو يباور يتمعن بتفاصيل، قال هيك راح تنزلين زهراء؟ اي ومن يجون الخطاء؟ البس حجاب، انا ما لبسك والمكياج اللي بوجهك شنو؟ زهراء ليش شبيه لبسي مستور مكياج خفيف، وبعدني هم ما ام خلي عطى تغضب مني ومديدة على خصري، قال هذا الحزام شنو موضوعه؟ توترت وقلت هو ويا الفستان، وإذا أشيله يصير، وإذا أشيله ما يصير مرتب، أن ما لا يصير مرتب لو تنزعينه لو بترخينه. زهراء بس يصير مو حلو، عقد حاجبه ومديده وفتح الحزام وقال هيجي أحلى وأحسن، طنقرت بوجهه ووخرت، قلت ما دام هيجي ما راح أخلي من عطري. أنمار أضحك، يعني هذا تهديد؟ يلا خليه بس شوية لا تكثرين. زهراء أوكي، اشتغل العناد عندي، وحيد فرغت نص شيشة العطر، هو بس يبغى لي ويضحك وأنا بس مقشرة بوجهه. إجا يمي أخذ العطر من إيدي وقال يلا كافي خنكتيني، قلت أحسن، رفع حاجبه وقال صارت أحسن النوم. هزيت راسي وابتسمت بمعنى إيه، وخليت إيدي على خصري منتظرة جوابه. هو رأسه قال تعاي ولج من الساعة تقولين أحب أرهف ما أحبك، وستأذين تخنقيني وأنا إليك. هو يركض وراي وأنا أركض، شمدت ودخلت الحمام، وطلت الباب وظل يدق الباب ويقول طلعي ما أسوي لك شي. زهرة ما أطلع والله تقتلني هسه، أنمار لا والله ما أسوي شي يلا كافي طلع. زهرة أحلف ما تسوي لي شي. أنمار مثلا أنا إيت متى مكذب يلا طلعي. زهرة قول وعد ما أسوي شي. أنمار خوش يلا هاي وعد ما أسوي لي شي. زهراء تمام راح اطلع، انمار انت وعدتني، انمار طلعي هسه شو مسوي ليش؟ فتحت الباب وطلعت، لقيته واقف يم الماي مشط، رحت يمه وقلت انا راح انزل، رأسه دار علي ولزمني وقال وين تبدين تشردين مني؟ زهراء لا انمار ما انت وعدتني وما تسوي شي، وبعدين انا كنت اشاقه وياه، قلت هيجي وانا ابتسم بلكي يقتنع ويبتعد عني. انمار لا هسه عوف الوعد وتعاي قولي هسه شلون راح توخرين العطر منك؟ زهراء شلون أوخره؟ هو عطر يومين ويروح. أنمار لا عيني ما تنزلين هيج وعطرك يفوح، روحي غيبي لبسج ويخف هذا شوية. زهراء لا أنمار، أنمار خليني أنا عاجبني هذا زي اليوم. أنمار أنا ما دخلني أنتي فرغتي العطر على روحك. زهراء زين أنمار خلي بس اليوم وبعد ما أخلي منه. أنمار لا ماكو هيج شي حكي، اليوم جايين هواي خطاب ومو بس عطرك هذا لبسج ما أريده. زهراء أوف أنمار، يعني شنو البس ما تريد؟ شنو اسوي؟ انا ما لا تقففين، تعالي طلعي ملابسك وانا اختار. زهراءك ظليت اطلع بالفساتين ما عجبه، لو يقول غسل لو ضيق لو حزام ما يريده، طلع استريج اسود وبي بودي طويل ويصير من النوع المديل عريض ولون بني، وبي خفض على الخصر وبالقوة اقتنع بيه. دخلت الحمام لبسته وطلعت، قال ايه هذا شوية حلو بس باكر أودي الحجية تجيب لك ملابس مستورة، هذول كلهم ما أريدهم. قلت لا ما يحتاج عندي هواي. أدوار مالك دخل انتي، يلا خلينا ننزل. زهراء تمام بس دقيقة، رحت خليت رشتين عطر، صاح علي أنمار قال وتالي ويا هذا العطر اللي أكسبه يلا ترتاحين. زهراء لا مو غير ملابس فراح العطر. أنمار لا بعد ماكو هذا العطر آخر مرة تخلين منه. لا والله يصير غير حجي. زهراء أوكي بس لا تعصب. ظل نزل، نزلت وراه بس شافتني حنين، اجت وقالت تعالي لقيني الغرفة بسرعة. رحت وراها لقيتها مطلع ملابسها كلهم على الشباية، سألتها قلت زهراء يا هاي شنو حنين؟ شنو ليش مطلع كل ملابسك؟ حنين ولا شعور في ملابسي؟ هسه راح يجون اهل ياسر على موت انمار، تعالي ساعديني اختار اي شنو شي حلو. ظليت اضحك عليها وهي صافنة على الملابس، تباوع لي وتقول لي يلا تعاي. رحت يمها ملابسها كلهم لو تراكات لو دانات والفساتين من النوع المستورة وطويلة يعني مو مال البيت، فقلت لها هاي راح انزل فستان من عندي. هي بداية رضت وقالت خاف انمار ما يقبل، قلت لها ما عليك دخل، اذا سأل قولي زهراء اختارت لي. رحت جبتها فستان بي مخصص وسادة بي لون بيج، لبسته وصار يجنن عليها، هي من النوع بشيقة وطولها متوسط، سرحت شعرها عفتينها مفتوح وطولها لحد نص ظهرها ما قبل تخلي المكياج، بس كسبت
كبست موشة وخلتها حمراء خفيفة. طلعت ناس كباستني وقالت عمري شكرا تعبتك زهراء، لا أروح تدلعيني، أنا أنتي مثل أختي. ابتسمت لها وقلت أنتي ظل هنا لا تطلعين من يجون، روحي سلمي وقعدي يمهم تمام. بعدت الابتسامة وهزت راسها وقالت تمام. عرفت وطلعت قعدت بالصالة يا أنوار سألني عن حني، قلت غرفتها شوية وتجي أبو أنوار. ويا زهراء سوي لي قهوة إذا ما تصير زحمة عليك. قمت وقلت يا عمو تدلل، وقلت لأنوار أسوي لك هم، قال بكيفك. رحت المطبخ سويت القهوة وأخذتها لهم قدمت للشيخ، وبعدها أنوار والحجية وسارة هم أخذت لهم. قعدت يم أنوار وقلت سويتها مرة، سويتها مرة مرة تحبها هاتشي لو أحليها. أنوار لا ما أحبها حاليا، قلت تمام. وشوية جو الخطاب وراح الشيخ وأنوار للمضيف وجو النسوان سلموا على الشيخة وسارة، وظلت الشيخة تعرفني عليهم ما قالت فصلية، قالت هاي زوجة ابني الكبير، سلمت عليهم. ورحت صاحت الحنين، راحت يومهم وأنا رحت المطبخ أسوي الضيافة. سويت بالبداية للزينب، سويت قهوة شكليتية، رتبت الصينية. اجى انمار قال ها كملت الضيافة، زهراء كملت. اجى يمي باتني بخدي وقال عافية بنتي. فتحت عيني من تصرفه، ضحك ومسح خدي بإيده وقال هاي بداية العقاب مالت العطر. زهراء انمار عيونه خجلت منه وقلت بارتباك يلا عيب، راح تبرد القهوة. ضحك وأخذ الصينية وراح، وبديت أسوي ضيافة النسوان. هم سويت قهوة شوكليتية وراحت صحت للحنين تقدمها، هي كيفت أخذتها وراحت. رحت قعدت يومهم، تعرفت على أم ياسم مرة كلش حبابة وتسولف كأنه تعرفني من زمان. ظلت تسولف ويا حنين وتسأل، وحنين جاوبها وخجل. وبعدها أم ياسم فتحت موضوع ويا الحجية وطلبت حنين، الحجية جاوبتها بفرح، قالت أنا ما عندي اعتراض بس لازم أقف رأي الشيخ وأنمار، الله يكتب لنا اللي بيه خير. جاوبت أم ياسم وقالت إن شاء الله خير، باعت الحنين وابتسمت. حنين صارت حامل من الخجل، قالت من رخصتكم وطلعت. رحت وراها غرفتها، رأسها حضنتني وظلت تقمز تضحك وتقول حنين يا هاي، وأخيرا خطبني معناها يحبني يحبني والله. ضحكت وقالت يحبك، الله يتمم على خير ويديم الفرح عليك عمري. بوستني وعفت عفتها بالغرفة وطلعت. رحت للمطبخ شفت أنوار قاعد يدخن على المرجوحة، رحت يمه بس شافني قال تعال قاعد يمي. رحت يمه وقلت محتاج شي؟ أنوار جو نو، كان شكله ضايج. سألته وقلت لي ضايج اكو شي؟ ضوجك أنمار نو. زهراء أنمار ليش ما تحكي لي؟ قول يلا قول. أنمار راح أقول بس لا تقولين حنين. زهراء تمام يلا احكي. جاب حسه وقال قبل شوية أبو ياسر طلب أختي حنين الياسر وأبوي وافق. بالبداية أصفنت قلت نو، قلت بس هذا خبر حلو يعني أختك راح تتزوج وتعيش حياتها، وبعدين ياسر صديقك وتعرف ليه ضايج من هالشي. أنمار لا شلون خبر حلو، هاي أختي أنا ربيتها على إيدي شلون أفارقها. ابتسمت وقلت بقلبي يعني انت ضوج تفارق اختك، بس ما فكرت من اخذتوني فصلي وبعدتوني عن اهلي. كمل قمت وقلت انا راح ادخل جوا، اتريد شي قبل لا ادخل؟ انمار تعي وين راح اشوف زعلتي؟ زهراء لا على شنو ازعل بس اريد ادخل. انمار تمام روحي. حسيت عيوني غرقان مشتاقة لاهلي، صعدت بسرعة للغرفة ظليت ابكي، شربت ماي ودخلت غسلت وجهي وقعدت شوية لحد ما حسيت نفسي هديت. نزلت شافتني حنين قالت زهراء انمار بالمطبخ يريدك. زهراء تمام قلبي رايحة. دخلت المطبخ شفت أنمار يحكي بالتليفون، طلع الاستغراب من هالاتصال، وإجا مد إيده يمسح بخدي وقال شبيك ليش عيونك مرمة باش. نزلت إيده وقلت لا ما بي شي أنمار، أنا ضوجتك بكلامي مو. ضحكت وقلت لا أنمار ما ضايجة من شي. لزم وجهي باثنين إيديه وباوع بعيوني وقال متأكدة؟ زهراء اختفت ابتسامتي وهزيت راسي بمعنى إي. بسني بخدي وقال أدري ضوجتش مو قصدي يا بنتي انتي. ابتسمت وقلت انتي تريدين حجة، حتى انت تريد حجة على تبوسني. ضحك وقال هذا يعني فوق ما راضيك ما تقبلين. ابتسمت وقلت شنو تريد؟ تريد حنين؟ قالت تريدني. انوار ايه طلبت؟ طلبت عشاء جاهز لا تسوون اشي بس انطيني سفرة واكل سفرة اكل، وانا وصيت المطعم يرتبونه حتى بس يوصل قبل نخلي الاكل. زهراء اوكي. قرصني بخدودي وقال ايش قلنا على اوكي. خزفته وقلت لا انوار، انه قرصني بخدي وقال لا تخزمين. اي انوار يعني شنو اسوي؟ انوار شكل كل شي لا تسوين بس يلا انطيني السفرة حتى روحا لو تريدين اظل يمج. اخذت السفرة وانطيته وقلت لا اروح عيب من الخطاب. ضحك وقال خوش وطلع. ساب العشاء بالليل وراحوا الخطاب، سارة هم راحت. قاعدين بالصالة والشيخ والشيخة وانمار وحنين وانا. الشيخ فتح الموضوع ويا حنين، ظل يحكي وانه ما نجبرج وعلى راحتك وانا الحكي. وبعدين حنين قالت لابوها اذا انت موافق انا موافقة
صاح لها أبوها وحضنها وباسها، والماء كذلك والحجية. ظلت هلهل هل وباست بتها، وقالوا ثاني يوم يرجعون الموافقة. راحوا ناموا، صعد نوانا المال الغرفة، أنا أسد أخذ بجامتي ودخلت الحمام أخذ الشاور. طلعت شعب مبلل ما نشفته ولا وسدت راح خفيف، الغرفة ثلج من التعب. رأسة رحت نمت، دن علي أنوار وقال: أنوار هاي ليش ما نشفتي شعرك؟ قومي لا تمرضي زهرة، لا ما أنا شي باكر أنشفه. أنوار: لا أسد قومي تنشفينه، يلا نامين. والغرفة باردة هزت تمرضي زهرة: ما أريد أنام، ما أريد أنوار، عوفني خلي أنام. قام أنوار شغل الدفاية وجاء يمي وقال: تعي بحضني زهرة، ما أريد. أنوار: زهرة شبيش ما عنده؟ زهرة أوفت دنيت يمه، مدلي إيده، قلت: أخاف تخدر ايدك؟ قال: لا ما عليه شي، نامي. خليت راسي على ايده وحضني، ظل يوزع بوسات خفيفة على وجهي. لزمت وجهه بيديه وقلت بصوت نعسان: كافي انواع. انواع: شنو الكافي؟ نامي وما ليش دخل. زهراء: يعني شلون انام وانت تتحبش بيه؟ ضحك بصوت عالي وقال: يعني هذا عندش تحبش؟ يلا بويا نعتذر على هايش. اخر وحدة وباتني قريب على شفتي، رست وخرت ودفنت رأسي بصدره وقلت: ها أنوار أنوار، أضحك، يلا نامي. حضنته حيل، وهاي أول مرة أتجرأ هالشكل، وسمعته قال آخ. رفعت رأسي وقلت: ضربت جرحك؟ عاقد حواج من بين متوجع. رأسة قعدت وقلت: آسف أنوار، مو قصدي أذيتك، بس شنو أسوي؟ أوف ضربني وضربت قصتي ورزل بروحي. شنو ظل يضحك هو وقال: تعي نامي ما بيه شي، وجع خفيف وراح. قلت: متأكد أنوار؟ لا خليني أنام بعيد عنك، خاف أذيتك. أنوار: لا رجع بحضني. زهراء: تمام أنت طلبت، إذا أذيتك أنا مالي دخل. أوكي أنوار مالك دخل، وداعت الأوكي مالتك. رجعت دفنت نفسي وصدره وحضنته، وكل شوية أسأله متأذي وجاوب نو. حاولت أناما ما قدرت، رفعت رأسي نفسي شوية ووجهي صار قريب على وجهه، تأمل ملامحه وهو نايم. عقد حواجبه، ابتسمت وتلمست وجهه ولحيته، هو منا اللي منا سر مناسه منحه. حاولت أفتح عقدة حواجبه، ماكو، ظليت أتلمس رموشه وطوال وثخان. وبعدها نزلت إيده تلمس لحيته، صدمني من ضحك وقال: ليش تتحرشين؟ ظليت ساكتة ما أعرف شنو أجاوب. قلت: أنت قاعد أنوار، طفيت وانتي قعدتيني. زهرة: آسفة، يلا راح أنام. أنوار: لا أخذي راحتك، مبين عجبتش لحيتي. وابتسمت ابتسم زهرة: لا أصلا مو حلوة. أنوار: يلا خوش نامي. زهرة: ما جاي أقدر أنام. أنوار: ليش ما تقدرين؟ أكو شي يوجعش لو تريدين شي؟ زهرة: لا بس راح النعاس، أنت نام أنا شوي وأخفى. لا أنوار تعاي حضني وأنتي تنامي. زهرة: تمام. نمت على إيده وبيده الثاني يمسح على رأسي باس بقصتي، وقال: أول تالي أنا هيش يصير بيه، رجال يشطوني والزلم من يسمعون رتبتي ويظلون يتراجفون، جاي أنا وبنية كأنها طفلة. زهر: والله أنا قلت لك لا تعقد عليا، رجعني بس أنت ما قبلت. أنا ما تدرين إذا ما عقدت عليك كان خلو أحمد يعقد عليك، ما يصير ترجعين إلا ينطونه ثائر، وعمك ما قبل يتخلى عن ابنه. وبعدين شلون رجعت وثار القوال عينه عليك؟ عزه يعني يتخلون احمد يعقد علي شلون؟ هذا السر لوجي. والله كان شردت. انوار اضحك: يلا كافي خلنا ننام. زهراء: اي. دفنت نفسي بصدره، هو حضني وجهه صار برقبتي، كل شوية اكش واقول له: انوار ادنى شوية والله راح اضربك على جرحك. جوابني ايش؟ سكتت وبثت بخده، وما ادري ليش هيك سويت. شفته ابتسم وحضني حيل ونمت.